بالنسبه علاش كنتعطل حيت الاغلبيه ديال الفنانين كيشريو اغاني واجده كيشري اغنيه مكتوبه ملحنه هو هي كيغنيها انا كنكتب وكنلحن فهمتي فهادشي اللي كيخليني انني نتعطل شي شويه حيت كنكتب الراسي وكنلحن الراسي هادشي اللي كيخليني ناخذ شويه ديال الوقت ولكن قريب عاوتاني شي حاجه جديده اللي غتفاجئ الجمهور ان شاء الله وبالنسبه لمهرجان موازين مهرجان كنفتخروا به وانا عندي الشرف انني مشارك فيه طبعا